في هذه الحلقة الجديدة من امتداد بودكاست نقدم لكم قراءة في بعض الكتب، كما نقدم لكم ترجمة لنص نشر قبل مدة بسيطة في أحد الصحف. في الهدف أنك أنت تبي تحاول تحكي حكايتك من غير وصاية عليك، خليش الآخرين يحكوا قصتك، أنت تحكي قصتك، قصتك أنت ومن جاي ومين تكون، عرفت؟ زي اللي قاعدين نديروا فيه إحنا، كنا الآن نحكوا في حكاياتنا إحنا. كيف تبي تعرف ناس لازم تقرأ أدب متاعهم أو تسمع موسيقى متاعهم أو تشوف فن متاعهم. هذا أسهل طريقة أكثر من أنك تسمع لي واحد يهدرس تلفزيون السياسة. كثير من الناس يقعد يقولك طرد هذا تقرأ لأمك ولا أختك ولا غيره. أنت بتاع مشاكل يعني. إحنا بتاع مشاكل يعني. عمري في حياتي ما سمعت حد جاي يفتح كتاب وقاعد يقرأ فيه الناس، يعني يقعد يسمع فيه، عرفت؟ انت بقالك هذا زبان ما تندريش عليهم، يشرف كتاب كل يوم ويقعمز العيلة كلها ويحكواتي يبدأ يحكي فيه ممكن